النهارده هعمل شوربه سي فود بالجزر. اقول لحضراتكم على المكونات: مرقه، بصل، فلفل حار، زنجبيل، بودره، بابريكا، عندي كلماري وجمبري وسمك فيليه وبلح بحر، جزر، كرفس، بهارات وتوم. هبتدي اجهز كل حاجه الاول علشان ابقى وقت ما ابتدي انزل حاجه على النار تبقى كل حاجه بسرعه ما تاخدش مني وقت. هستعمل الجزر، جزء منه هبشره هحطه في الاخر على الشوربه من فوق، والجزء الثاني هسويه مع البصل. فحاول اقطعه يعني رفيع شويه علشان ما ياخدش وقت في السوى. نحاول نخليه يتقطع بجنب كده علشان في الطبق يبقى شكله حلو. هقطع الكرفس صغير. نفتكر لما نستعمل الكرفس ننضفه كويس من جوه، يعني ناخد الفروع بتاعته وننضفها كويس علشان يبقى جواه تراب. طبعا الحار ده راجع لحضراتكم، بس السي فود بالذات الشوربه والجمبري من غير حار ما بيبقوش تمام. فهحتاج مثلا 3 معالق زيت. احط كل المكونات دلوقتي وتبتدي تسخن على ما اجهز بقيه المكونات التانيه. رشه كويسه من الملح، البابريكا او الفلفل الاحمر المدخن. كده ابتدت المكونات تطرى. كل حاجه عندي جاهزه ما عدا الكلماري، هقطعه رفيع حلقات علشان ما ياخدش وقت. فهاخد لوح تقطيع نظيف وهقطعه رفيع على قد ما اقدر، ونبتدي نضيف مكونات السي فود على حسب ترتيب مين بيستوي الاول. يعني لو قلنا الكلماري الاول وبعدين السمك وبعدين الجمبري علشان يبقى كل حاجه واخده درجه السوى اللي احنا عاوزينها. هحط السمك بالترتيب كده. طبعا لو في حاجه وقعت، يعني واحده بلح بحر وقعت، مش مشكله خالص. كده تمام. شويه كمان من الملح. هزود بقى بقيه المكونات، ونزود بقى المرقه، ومحتاجه فلفل اسود، وهقلب مره واحده وهقفل عليها لمده 10 دقائق ربع ساعه بالكتير. كبشه عشان نبين السي فود كله.